I see you. أنا جيت لكم تاني يا حيوانات الغابة، علشان المرة دي عندي خطة جديدة ليكم. أنا معايا الدواء السحري ده، هحطه في المية وساعتها تشوفوا ايه اللي هيحصل لكم يا حيوانات الغابة. انا جيت لكم تاني يا حيوانات الغابة علشان اسلم عليكم، علشان بقالي كتير قوي ما جيت لكمش، وعلشان اطمن عليكم. شايفة كده الغابة هادية النهاردة، والمية شكلها غير كل يوم خالص، فيها حاجة غريبة صافية كده وشكلها بيلمع. انتوا وحشتوني. يا سلام، المية شكلها جميل قوي وانا عطشان قوي، اما اشرب بقى من المية الحلوة دي. يا سلام، انا شكلي شايف من بعيد حاجات كتير زي ما كنت ولت. يا سلام عليكي يا حبيبتي، جهزتلنا المكرونة اللي انا بحبها، يلا بينا ناكل بقى مع بعض. ناكل ايه يا حرامي؟ انت مين وجاي تسرق الاكل بتاعنا؟ امشي من هنا. حرامي؟ ازاي تقولي على جوزك تماسيح وحبيبك كده؟ حرامي، ما ينفعش كده. انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ رقبتك طويلة قوي شبه الديناصورات، انت لا يمكن تكون تماسيحه. ازاي الكلام ده؟ رقبتي طولت امتى؟ انا هروح اشوف نفسي في المية واجيلك. ايه ده يا خبر، ده عندها حق، ده انا رقبتي طويله فعلا، ده انا شايف زي ما اكون بقيت ديناصور. هو ايه اللي حصل لي؟ ايه اللي حصل لي؟ الحقوني. يا سلام يا سلام، انا عطشانه قوي، الميه شكلها حلو قوي، اما اشرب بقى علشان انا عطشانه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه اللي انا شايفاه في الميه ده؟ دي صورتي دي ولا وحش يكون في الميه؟ بس ده اكيد مش انا، دي بقره رقبتها طويله خالص، انا لازم امشي من هنا بسرعه. يا سلام، المية النهاردة شكلها جميل قوي وصافية وحلوة وبتلمع وشكلها حلو قوي عن كل يوم، انا هشرب منها بقى. ياه، المية دي شكلها ادتني طاقة وخلتني اشوف الناحية التانية، حاسس ان انا بقيت طويل شوية. انا هروح بقى انام شوية، اصل شكلي بدأت اخرف وعاوز انام. يلا. ده ايه اللي انا شفته هناك ده؟ مش ده فرس النهر ولا انا بيتهيألي، ولا ده حيوان تاني؟ بس فرس النهر مال رقبته طويلة كده، اكيد انا شفت غلط. اما انا كنت جاية بقى علشان اشرب، هو نساني ولا ايه؟ المية شكلها حلوة قوي قوي النهاردة، انا هشرب منها. يا سلام، انا حاسه ان انا في حاجه غريبه زي ما كنت طويله ولا حاجه. انا هروح انام شويه بقى وارجع تاني. انتي بتضحكي على ايه يا جاموسه ياسمين؟ بضحك على شكلك يا فرس النهر، انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ بتضحكي على شكلي؟ ده انا اللي هضحك على شكلك، انت مش شايفه نفسك عامله ازاي؟ ده انت بقيتي شبه الديناصور ورقبتك طويله قوي. انا برضو اللي شبه الديناصور؟ طب شوف نفسك يا فرس النهر، بقيت عامل زي الغزاله كده ولا الزرافه؟ انت بتقولي ايه؟ يعني انا وانت رقبتنا طولت؟ طب ازاي؟ ايه اللي حصل؟ انا اخر مره شفتك وانت بتشرب من الميه. يبقى المية دي فيها حاجة، وانت كمان شربت من المية دي ولا لأ؟ ايوة انا شربت من المية، وبعد كده انت بتقولي ان رقبتي بقت طويلة، يبقى اكيد المية دي فيها حاجة مسحورة ولا حاجة. احنا لازم نروح بسرعة نحذر كل الحيوانات علشان محدش يشرب من المية.
يا سلام، الواحد كده حاسس ان هو عايز ينزل المية وياخد دش كده وينعنش، وكمان يشرب من المية. المية دي جميلة قوي، اما اشرب منها بقى. محدش يشرب من المية، المية شكلها مسحورة وهتخلي رقبتكم طويلة خالص. محدش يشرب من المية. ده ايه اللي انا سمعته ده؟ لسه جايين تقولوا بعد ما شربت من المية؟ ده انا فعلا حاسس ان رقبتي طولت وبقيت عامل زي الزرافة. ايه ده؟ ده انا بقى شكلي غريب قوي. انا لازم اروح اشوف ايه اللي بيحصل في الغابة، اشوف ايه اللي بيحصل. ليه يا بقورة؟ انت خايفة من ماما ليه يا حبيبتي؟ انا مامتك والله. ايه اللي حصل؟ ايه، انت رقبتك طويلة ومامتي مش رقبتها طويلة كده. ابعدي عني يا ماما. يا خبر ابيض، هي الحيوانات مالها عامله كده؟ مالكم يا حيوانات الغابه؟ انتوا كلتوا ايه ولا شربتوا ايه؟ مال رقبتكم كلها طويله كده؟ كلكم رقبتكم طويله كده ليه؟ الحقنا يا ملك الغابة، احنا النهاردة كلنا شربنا من النهر، والنهر عمل كده فينا بعد ما شربنا منه. شكل المية حد حط فيها حاجة. الحقنا وانقذنا يا ملك الغابة. يا خبر ابيض، انا لازم اعرف مين اللي عمل كده، انا لازم اعرف. أرجوك ساعدنا يا ملك الغابة، نرجع تاني زي ما كنا. ما تخافوش، أنا لازم أعرف مين اللي عمل كده، وساعتها يتعاقب عقوب شديد. هاي لعبة الحبار، وصلت الحاجة؟ خلاص يا أسد سيمبا، أنا لقيت علبة الدواء في المية. أنا وقرش البحر كنا بندور، وكمان لقينا آثار صوابع الجدة الشريرة عليها. يبقى هي اللي حطت الدواء المسحور ده في المية، وساعتها بقى إحنا عرفنا، ودلوقتي هننتقم منها. إحنا لازم ننتقم منها. سيبها لي المرة دي يا أسد سيمبا، أنا اللي هنتقم منها علشان تحرم ترجع الغابة تاني أو تأذي حد من الحيوانات. سيبيني يا سمكة القرش، سيبيني. خلاص حرمت، ما عدتش هأذي الحيوانات تاني. برافو عليك يا قرش البحر، خلاص احنا كده انتقمنا من الجدة الشريرة، وكده المية هترجع صافية زي ما كانت، ومحدش من الحيوانات هيتحول تاني. ايه ده، الحيوانات رجعت زي ما كانت؟ يبقى لعبة الحبار خلاص انتقمت من الجدة الشريرة والسحر بتاعها مشي. يلا بسرعة يا اصدقائي، لو عجبتكم الحلقة بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في قناة حواديت موع علشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.